أهلا بكم جميعا، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعبة الأمم، نخصصها هذا الأسبوع لكتاب صدر أخيرا في بيروت بعنوان حزب الله والدولة في لبنان للنائب الدكتور عن حزب الله حسن فضل الله. حين كانت طائرات إسرائيل ودباباتها وصواريخها تقتل البشر وتدمر الحجر في لبنان عام 2006، تم وضع سلسلة من الشروط على حزب الله لوقف الحرب، بينها واحد لافت جدا يطالب الحزب بالحصول على جواب واضح وصريح حول موقفه من مشروع الدولة. لم يكن سلاح الحزب فقط هو المطلوب إذن، وإنما دور الحزب المقاوم في التركيبة المقبلة للدولة. لعلنا حين نعود إلى تلك الفترة الحساسة من تاريخ الصراع اللبناني المرير مع إسرائيل لبل وتاريخ المنطقة، نفهم حرص النائب عن حزب الله الكاتب الدكتور حسن فضل الله وحرص حزبه على تقديم تصور واضح لعلاقة الحزب بالدولة والوطن. دولة نفهم من الكتاب الذي بين أيدينا أنها منذ نشأتها قامت على توليفات لمصالح خارجية فرنسية، أمريكية، إسرائيلية، سعودية، سورية وغيرها، فهمشت قطاعات واسعة وفي مقدمها الجماعة التي ينتمي إليها حزب الله من جبل عامل إلى البقاع. ولكن ماذا عن إيران؟ ما هي حدود العلاقة بين موقف الحزب من ولاية الفقيه ومن دوره في محيطه اللبناني المتعدد والمتنوع؟ كيف يوائم بين متطلبات العصر والقواعد البنيوية أو الدينية أو المحلية والقوانين الوضعية؟ فمثلا حين يتخذ الحزب قرارا، هل يتبع حرفيا ولاية الفقيه في إيران أم يتمتع بهامش حركة متكيفة مع مفهومه للدولة والوطن؟ وما هي المساحة الجغرافية لتحركه الإسلامي داخل الوطن أم خارجه؟ هل تخلى عن فكرة الدولة الإسلامية أم لا؟ الكتاب شرح وبكثير من الجرأة والنقد الذاتي كل هذا. ولمن لم يقرأ الكتاب اسمحوا لي ولو بشكل سريع باختصاره لأبرز تحديداً اختصار أبرز محاور هذا الكتاب بشكل سريع. أولاً، إن المرجعية الفقهية تحدد الخطوط العامة تماماً، أما أمر التفاصيل فيترك لأهل البلد. المرجعية الفقهية في تطوير رؤيته وجد حزب الله أن الظروف الموجودة في لبنان لا تسمح بتطبيق فكرة الدولة الإسلامية نتيجة التنوع الطائفي والسياسي القائم. باختصار، إن مرجعية قرار الحزب صارت في لبنان. سنعرف من خلال هذا النقاش اليوم هل هذا صحيح أم لا وكيف. ثانياً، إن الفريق السوري اللبناني الذي كان متحكماً بالقرار الداخلي تصادم مع حزب الله وأخضع دولة الطائف لإشراف إدارة سورية كاملة، وحلت في أغلب مؤسسات الدولة إدارة سورية بوجوه لبنانية. الكلام للنائب عن حزب الله في كتابه. كما أن هذا الفريق سعى للإيقاع بالمقاومة. في الكتاب تسريبات مهمة مثلا حول ما قاله آنذاك غازي كنعان وعبد الحليم خدام وفاروق الشرع قبل أن يحسم الرئيس حافظ الأسد مسألة دعم الحزب في خيار استراتيجي مقاوم. ثالثا، إن لبنان الذي منح الاستقلال، كلمة منح للنائب أيضا، بتوليفة فرنسية لبنانية وصولا إلى توليفة الطائف بترتيب سعودي أمريكي مع سوريا، لم يقم فعليا كدولة وإنما غلبت المصالح والتهميش والقهر. مع ذلك يمكن رصد تغييرات مفصلية في رؤية الحزب طبعاً للدولة بعد الطائف وأسباب اشتراكه في هذه الدولة. رابعاً، إن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان راغباً جداً بالشراكة مع حزب الله وبالثنائية في السلطة أيضاً. أسس هذه الشراكة احتفاظ المقاومة بقوتها وبسلاحها حتى إنجاز تسوية الصراع مع إسرائيل وربما بعده. اتفاق شامل على تركيبة السلطة بما فيها المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية. لبل أن الشهيد رفيق الحريري ذهب أبعد من ذلك عبر البحث مع سيد المقاومة السيد حسن نصر الله بالدور الإقليمي اللبناني انطلاقا من موقعه ونصر الله على خريطة المنطقة وعلاقاتهما، أي الشهيد الحريري والسيد نصر الله، علاقاتهما الإقليمية والدولية، ما يمكن أن يؤدي دوراً فعالاً خارج إطار الحدود اللبنانية. نفهم أن الرئيس سعد الحريري وكذلك الرئيس فؤاد السنيور اقترحا أموراً مماثلة حتى بعد اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، لكنهما تراجعا عن ذلك لاحقاً،
واللافت أن مثل هذه الاقتراحات لبل وزيارة السنيورة إلى مقر حزب الله في الضاحية جاء بعد اغتيال الحريري. كما في الكتاب تسريبات مهمة جداً حول عروض أمريكية سخية جاءت لحزب الله تارة عبر اليابان وأخرى عبر ديك تشيني حسب ما أعتقد، لإقناع الحزب بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل وتهدئة الأوضاع يستطيع يستلم كل الدولة. خامساً وأخيراً، مرحلة ما بعد حرب 2006 والأهداف الدولية والمحلية لتطويق المقاومة وسوريا وتغيير وجه المنطقة وكيفية حرص الحزب على الشراكة الوطنية والحوار وأداً للمشاريع الفتنوية والمذهبية وغيرها، انطلاقاً خصوصاً من اغتيال الحريري والمحكمة الدولية التي نفهم من الكتاب أن معلومات الرئيس سعد الحريري بشأنها للسيد نصر الله تغيرت مرات ثلاث على الأقل. شخصياً ورغم الأسرار والوثائق والمحاضر التي ينقل بعضها ولو ببخل النائب العزيز، ورغم مروره العابر على تجربة اليسار في المقاومة، مرور عابر جداً، إلا أن المراد من هذا الموقف ومن هذا المؤلف الوثيقة في واقع الحال هو القول إن حزب الله لبناني الانتماء، مؤمن بالدولة العادلة والقوية، قراره لبناني ينطلق من مصلحة البلد وتنوعه وتعدده، وليس حزباً تابعاً لولاية الفقيه يكتفي فقط بتنفيذ الأوامر. والأهم أن الحزب طور نظرته وأجرى نقداً ذاتياً بحيث تصبح الدولة التي عمل لإخراجها من مافيات السياسة والمال المحلية والأقليمية هي الأساس. هل نجح في ذلك أم غرق هو الآخر حزب الله بمتاهات السياسة والفساد في لبنان؟ سنعرف هذا في خلال هذا النقاش أيضا. ولكي نفهم أكثر، معنا اليوم نخبة من السياسيين ورجال الفكر، شيخ المراجع السياسية والقانونية والدستورية في لبنان، معالي المحامي والوزير والنائب السابق الدكتور بهيج طبارة، وهو أيضا كاتب من طراز رفيع وحمل سابقا سيف محاربة الفساد من على رأس مجلس الإدارة والأمناء للجمعية العامة العربية لمكافحة الفساد. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. أحد أبرز شيوخ الإعلاميين العرب أستاذي الذي لا يزال مثلنا أو لازلنا مثله مؤمناً بأن لا خلاص لهذه الأمة إلا بالعروبة الصادقة التي ربما لم تولد فعلياً بعد، له مؤلفات كثيرة وله في هذه الأيام فضل كبير في أن يبقي جريدة السفير منارة مستمرة بعد هجوم وسائل التواصل الاجتماعي من دول تعتبر العروبة أصلاً خطراً عليها، الأستاذ طلال سلمان صاحب وناشر جريدة السفير، أهلاً بك. أحد أبرز الدبلوماسيين اللبنانيين كان سفيراً للبنان في واشنطن، نشر كتاباً فيما بعد قيم جداً الكتاب، نشره منذ سنوات حول السياسة الأمريكية في لبنان بعنوان الضوء الأصفر. تبدل الضوء الأمريكي مراراً ولا يزال هو حاملاً ضوء الفكر، فيرأس حالياً مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، يعني الشؤون العالمية، لأن لبنان كما كل قطر عربي كما تعلمون باتوا للأسف بيادقة في لعبة دولية خطيرة. سعادة السفير عبدالله أبو حبيب، وهو أيضا كاتب ممتاز، أهلا بك. وأخيرا المؤلف النائب والكاتب ذو التجربة العميقة بحزب الله رغم صغر السن كما تلاحظون، خاض معارك الإعلام ثم معارك مجلس النواب، والآن في كتابه الجديد هذا يخوض المعركة الأصعب ربما لتوضيح تاريخ ودور حزب الله وعلاقته مع الدولة اللبنانية وإيران والمنطقة في ظروف يمر الحزب بمرحلة حساسة جدا لمشاركته في القتال على أرض غير أرضه، الأرض السورية، ربما أبعد من سوريا كمان. أهلا بكم جميعا، ونبدأ النقاش برأي معالي بهيج طبارة لأنه أكبر من الأستاذ طلال سلمان ب 11 عام حسب ما فهم. أهلا وسهلا. إن الكتاب الذي بين أيدينا محاولة كما يقول المؤلف لسبر أغوار علاقة حزب الله بالوطن والدولة من خلال الأصول التي يستقل الحزب منها رؤيته لهما. إن نظرة الحزب لاتفاق الطائف كانت في الواقع أقسى وأشد من الوصف الملطف في الكتاب، فقد اعتبر الحزب أن وثيقة الوفاق الوطني كرست بقاء الطائفية السياسية، وهو ما يعني في نظر الحزب أن لا نهاية للأزمة اللبنانية، وأنه إذا تضاربت المداخلات الخارجية بشكل حاد وتزامن ذلك مع وصول الاحتراب الطائفي إلى درجة الغليان فإن عودة الحرب الأهلية سيكون أمرا حتميا. لذلك فإن الوثيقة في نظر الحزب
لا تحقق نهاية للأزمة اللبنانية بل تؤدي إلى مرحلة جديدة من مراحلها. ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن اتفاق الطائف حفظ لرئيس الجمهورية معظم صلاحياته، وتوقع بأن يبقى موقع رئاسة الجمهورية هو الموقع الأقوى في النظام، وأن يكون رئيس الجمهورية الأكثر قدرة على التأثير على مسار المعارك الانتخابية ونتائجها، وأن يستمر في لعب دوره المركزي والأساسي في الحياة السياسية. كما توقع الحزب أزاء ما افترضه من تماسك ماروني حيال الشؤون المتعلقة بالنظام، ومن اصطفاف مسيحي خلف الموقف الماروني، أن يستمر الموارنة عبر رئيس الجمهورية في لعب دور الهيمنة في لبنان. سوف أسمح لنفسي دفاعاً عن الحقيقة وليس عن اتفاق الطائف الذي قد تكون لنا مآخذ أخرى عليه، أن أتوقف قليلاً عند موضوع الطائفية. الطائفية التي وصفها بعض واضعي الدستور اللبناني عام 1926 بالعلة التي تحول دون وحدتنا، وذهب البعض الآخر إلى حد اعتبار أنها كانت السبب لوضع لبنان تحت الانتداب. في العام 1943 ندد بها الطائفية البيان الوزاري لأولى حكومات رياض الصلح، الذي اعتبر بأن النظام الطائفي يجعل من الوطن الواحد أوطاناً متعددة، وأن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية مباركة. أما اتفاق الطائف فقد جاء بعد 45 سنة ليضع اليد من جديد على مكمن الداء، فيحدد الهدف بأنه إلغاء الطائفية، ويرسم خريطة الطريق للوصول إلى هذا الهدف بالتدرج وعلى مراحل. وعلى هذا الأساس تقرر في الطائف كتدبير انتقالي إلغاء ذكر الطائف والمذهب من بطاقة الهوية، كما أوجب الطائف عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة باستثناء وظائف الفئة الأولى. ولئن أرسى الطائف قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمعزل عن العدد، فإن ذلك إنما وضع من ضمن رؤية للمستقبل تهدف إلى تجاوز الحالة الطائفية. هذا الهدف الذي يشكل في اعتقادي جوهر اتفاق الطائف وأهم ما جاء فيه. من هنا الأهمية التي يعلقها الطائف على قانون الانتخاب، بحيث يكون على أساس المحافظة بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري، بما يضمن العيش المشترك ويؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. من هنا أيضا الآلية التي وضعها الطائف لتحقيق الهدف، وهي تشكيل هيئة وطنية عند تأليف أول حكومة وفاق وطني، أي منذ أكثر من 20 سنة، تكون مهمتها اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية. فقد يصح انتقاد الطائف لأكثر من سبب، لكنه من غير الإنصاف في رأيي أن نعيب عليه أنه جاء ليكرس بقاء الطائفية السياسية إلى ما لا نهاية. أقتطف من تصريحات الرئيس الحريري خلال تلك الفترة، توجهه بالشكر إلى الرئيس حافظ الأسد للجهود التي بذلها للتوصل إلى هذا التفاهم، وقوله في أكثر من مناسبة بأن المقاومة هي نتيجة الاحتلال، وأنه لا يمكن معالجة النتيجة من دون السبب. وأقتطف أيضا من تصريح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمر صحفي عقده في 26 نيسان 1996، قوله إن الحزب يلتزم مضمون التفاهم الجديد وروحه، مشيراً إلى أن نص التفاهم يعني الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، وأضاف: لسنا ملزمين الحروف والنصوص كما وردت في التفاهم، لأن هناك مصطلحات لم نوافق عليها،
ولا تعنينا المفاوضات بالأساس، فموقفنا منها معروف. شكرا. شكرا. شكرا شكرا جزيلا لك معالي الوزير بهيج طبارة. إذا باختصار شديد وقبل أن أختصر، فقط نشكر المعرض بيروت العربي والدولي للكتاب الذي أتاح لنا أن نقدم هذا البرنامج ونقيم هذه الندوة من على هذا الموقع الجميل في هذه الأيام التي لا تقرأ فيها أو لا يقرأ فيها الناس كثيرا. وطبعا الوزير طبارة بشكل عام يعني وجدنا عنده إعجاب بهذا الكتاب، بأنه أسرار ووثائق جيدة، خصوصا ما لم ينشر قبل، وفي توثيق جيد. ولكن بعض الملاحظات بشكل سريع، أنه طريقة كتابة الكتاب تقود للتسليم بمنطلقات كاتبه، وهذا دوره طبعا الطائف، أنه في نظرة الحزب كانت أقسى وأشد مما ذكرها معالي النائب في الكتاب، تحديدا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية وبإلغاء الطائفية، وخصوصا أنه يقول من غير الإنصاف أنه نعيب عليه أنه جاء ليكرس بقاء الطائفية إلى ما لا نهاية، بالعكس هو مهد لإلغاء هذه الطائفية. بالنسبة للشهيد رفيق الحريري، يعني يركز معالي الوزير على أنه الكاتب أغفل على ما يبدو دوره في العدوان الشرس الذي شنته إسرائيل عام 96. طبعا أنا شخصيا كنت أنتظر أيضا بعض الملاحظات حول العلاقة بين الرئيس رفيق الحريري والسيد حسن نصر الله وما قدمه الكتاب من عروض في الواقع للمرة الأولى، ربما نقرأ الكثير منها، أنه حول الشراكة والثنائية في السلطة. أنا لو سمحتم لي معالي النائب حسن فضل الله، فقط حول كل ما تقدمنا به، ما قدمته أنا وما قدمه معالي الوزير، هل هذا جوهر الكتاب حتى الآن قبل أن نعطي الكلام للآخرين، وهل عندك تعليق ولكن بشكل سريع على معالي الوزير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نرحب بكم جميعا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، والزملاء النواب الحضور جميعا، الوجوه الكريمة إخوة والأخوات، وبالتأكيد المنتدين اللي عم يشاركونا بهذا اللقاء. ما قدمه الأستاذ معالي الوزير والصديق رغم تفاوت العمر من ملاحظات هي طبعا محل احترام، لكن نختلف في وجهة النظر. أولا فيما يتعلق باتفاق الطائف، سأتحدث عن ملاحظتين، اتفاق الطائف وتفاهم نيسان. النص الذي قرأه حول موقف حزب الله كان عندما أعلن نص اتفاق الطائف، يعني قبل حوالي 25 عاما، ومن الطبيعي خلال 25 عام النظرة بتطرى شوي مع الوقت، ومع إذا أخذنا النص بما هو آنذاك يمكن أن نصل إلى القراءة التي كتبت آنذاك، لكن التطبيق هو الذي غير المجرى بما فيه ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، لأن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية كانت محكومة لتوازن القوى وللإدارة السورية التي رعت تطبيق الطائف آنذاك. هذا من زاوية رئيس الجمهورية وصلاحياته. وحين يأتي رئيس جمهورية قوي يمثل تمثيلا حقيقيا ويطبق النص الدستوري، يستطيع أن يحصل على أن يمارس صلاحياته ويكون له دور أساسي. فإذا المشكلة ربما كانت في طريقة الإدارة وليس في النص. هذا في النص القديم الذي تلاه مع الوزير، هو مش موجود بالكتاب، صح؟ يعني ما هو موجود بالكتاب، ملطف شوي أكثر. بالموضوع الطائفي، نحن وطبعا مع الوزير هو مشرع كبير كان في البرلمان وإن شاء الله لا يزال حتى من خارج البرلمان، نحن لا نحاكم النيات، لدينا نص وتطبيق. قولوا لي بعد 25 سنة من اتفاق الطائف، هل تكرست الطائفية أم أزيلت الطائفية؟ تفشت المذهبية في لبنان، نظام سياسي لا يستطيع أن ينتج لنا رئيس جمهورية، وتتعطل فيه المؤسسات سواء المجلس النيابي أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية، بالتأكيد بالتأكيد فيه عيوب. أنا لا أريد الآن أن أحاكم الطائف، لأنه هو الصيغة اليوم الموجودة واللي بعدها المظلة لنظامنا السياسي. سأشير
إلى واقعة صغيرة بسيطة قد تكون، ولكن بشكل سريع، بشكل سريع لنرى هل هناك طائفية أم لا. الطائف نص على المناصفة في الفئة الأولى بين المسلمين والمسيحيين. اليوم بمجلس الخدمة المدنية إذا بدنا نعمل الفئة الخامسة، آخر حالي كانت لي مع احترامي طبعا لوظيفتهم لعمال تنظيفات أوقفت لأنه ما فيها توازن طائفي. هذا نموذج بتفاهم نيسان. طبعا أنا أيضا أحترم مطالعة الوزير وهو كان وزير في 96، لكن ما قدمته هو الحقيقة التي كانت موجودة، ونحن لم نحاول آنذاك أن نثير أي إشكال حول دور السلطة ودور الحكومة. النص الذي قاله سماحة السيد قال نص التفاهم يعني الحكومتين، لم يقل أن الحكومتان هما اللتان وضعتا النص. بالحقيقة وأنا كنت شاهد وموجود في دمشق في عام 96، والشكر الذي قدمه الرئيس الحريري آنذاك للرئيس الأسد يبين هذه القضية. سوريا بقيادة الرئيس الأسد آنذاك هي التي أشرفت على أدق التفاصيل في صياغة التفاهم. لا يعني هذا أن الرئيس الحريري لم يتحرك في الخارج. شكرا لك. طيب نفهم أنه الجانب الإيجابي من الحكومة كان بسبب الضغط السوري باختصار، يعني في التوصيف حول العلاقة بين حزب طبعا تطورت أيضا هذه النظرة الإيجابية بين المقاومة والرئيس الحريري وصولا إلى الحوار الاستراتيجي الذي كان كما ذكرت يريد أن يؤسس لشراكة جديدة في العلاقة بين حزب الله وبين سوريا، وهذا مهم جدا في الواقع. يقول سعادة النائب قبل أن أعطي الكلام للأستاذ طلال لأنه ناقم على كل شيء على ما يبدو، يقول معالي النائب حسن فضل الله: أبدى الحزب، وهذا كلام مهم جدا، أبدى الحزب في دمشق استعداده للتعاطي مع الاتفاق كأمر واقع مع اتفاق الطائف، يساعد على إخراج لبنان من الحرب الأهلية ويؤسس لتطوير سلمي للنظام السياسي، ولكن ما سمعه في دمشق الحزب عن اتفاق الطائف ثبت لديه صوابية وجهة نظره بدل أن يعدلها. فالجواب السوري كان اعتبار الاتفاق انتصارا تاريخيا أعاد رسم الخريطة السياسية اللبنانية بما يتفق مع وجهة النظر السورية للصراع في لبنان والمنطقة. يعني قد نفهم من الكتاب أنه اتفاق الطائف جاء لكي يخدم سوريا أكثر مما يخدم لبنان. ومعالي الوزير ربما تجنب الكلام عن الدول التي قدمت التوليفة للطائف، ولكن النائب حسن فضل الله ذكرها، قال السعودية وأمريكا بالاتفاق مع سوريا. لنستمع إلى وجهة نظر الأستاذ طلال سلمان. بفضل الله وحسن التدبير تمكن ابن عيناتا التي تفتح بابها على فلسطين وتحمي ظهرها بسوريا وتمتد بطلب العلم إلى النجف التي استولدت قم أن يقدم مطالعة مميزة يفسر بها بعض الغموض المتعمد في الحاضر السياسي باستذكار وقائع مضيئة من الماضي الذي ما زال يفعل فعله في المستقبل الذي كان أهل الأرض قد تركوه لله، فتدخل في إعادة صياغته الحزب الذي استمد اسمه من صلب الرسالة المقدسة مواجها التحدي بأن يحمي التسمية بالإنجاز. ملاحظة، أنا ما فت بالحرب، أنا يعني فت بالجزء الأول من الكتاب، الجزء الأول اللي بيحكي عن يعني مفهوم الدولة ونشأة الدولة وعلاقة الدول تاريخيا بالدولة اللبنانية والجنوب ودور أهل الجنوب وأهل بعلبك الهرمن بالثورات العربية والانتفاضات وكذا. ولقد كشف الدكتور حسن فضل الله في كتابه الذي يفسر بعض الحاضر بالماضي حقائق مطموسة بالقصد والتناسي رسميا، أبرزها أن صياغة الرؤية ومن ثم المسار قد تولتها قبل ظهور حزب الله بزمن طويل أجيال من العلماء والفقهاء الذين حفظوا لجبل عامل أساسا ومعه بعلبك الهرم الملحق الهوية. هم قد أسهموا، هذه حقيقة تاريخية، وهم قد أسهموا في شق الطريق إلى الحرية بمقاومة الظلم مملوكيا وعثمانيا ثم غربيا، فرنسيا في لبنان وسوريا، بريطانيا في العراق وفلسطين التي تسكن الوجدان والذراع وسلاح التحرير. هكذا باشر السيد حسن فضل الله مهمته في إعادة التذكير بالتاريخ
بماضي الظلم والاضطهاد والتجهيل الذي استولد المقاومة بحفظ الهوية والذاكرة وجهاد الآباء والأجداد طريقا إلى المستقبل. والتاريخ يشهد أن هذه المقاومة إياها قد تواصلت حتى مع استبدال الاستعمار إسلامي الشعار باستعمار غربي مسيحي العلم واحتلال صهيوني تحت راية النجمة السداسية. وهل يمكن أن ننسى أن الدولة قد هربت من الجنوب قبل مواطنيها في عام النكبة؟ وواضح قصد الدكتور حسن فضل الله من التذكير بمختلف وجوه المقاومة التي مارسها الشعب وفي الجنوب خصوصا قبل إقامة هذا الكيان السياسي في لبنان وبعده، لتأكيد البديهية القائلة أن الناس أعظم وعيا بحقائق التاريخ والجغرافيا من السلطة، ووعيهم هو الأساس. ولعل ما أصاب فلسطين كان بين العوامل التي حكمت مسيرة هذا الحزب ومجاهديه. ومن عيناتا يمكن أن تقرأ حقيقة أن مسيرة الإيمان بالنصر لا تنفصل عن الإيمان بقداسة الأرض، وأن النصر مؤكد بفضل صلابة العقيدة وكفاءة القيادة كالتي توفرت لهذا الحزب بالمجاهد السيد حسن نصر الله ورفاقه من سبق إلى الإستاج منهم ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد خرج أهالي عيناتا ببيوتهم من الوادي إلى التلال التي تطل على فلسطين بعدما قهروا الخوف، وصاروا يتفرجون على أشباح الإسرائيليين وهم يتحركون تسللا مقابلهم في الأرض المحتلة، يتعثرون بخوفهم من روح التحدي التي تطل من عيون أصحاب الأرض الذين كانوا يخجلون من أرضهم لعجزهم عن حمايتها. أما الآن فإنهم ثابتون كما الجبال، أما الطارئون فغارقون في هم المصير، لأن السلاح بالرجال بإيمانهم بحقهم في أرضهم. باسم السيد حسن فضل الله أدعوكم إلى زيارة عيناتا التي كانت تعيش التي كانت تعيش في قلب الخوف، وأهلها الآن يفتحون نوافذهم على فلسطين التي تحتل بعض وجدانهم، ويخفي الإسرائيلي نفسه خوفا من الأرض وأهل الأرض. والسلام عليكم. كنا ننتظر من الأستاذ طلال سلمان بعد هذا الشرح الجميل والمقاوم والعروبي أنه يقدم بعض الانتقادات للكتاب، يعني ما الذي لم يعجبه في هذا الكتاب، ولكن على ما يبدو كل شيء أعجبه، إلا إذا كان في النقاش بعد قليل سيقدم بعض الملاحظات. وذكر الأستاذ طلال مجموعة من الدول التي واجهها حزب الله، ولكن في أيضا في الكتاب، وأنا أنصح بالتوقف عنده، كيف كانت علاقة جماعة حزب الله كما يسميها معالي النائب، يعني إذا حكيناها بشكل أصرح البيئة الشيعية التي ينتمي إليها حزب الله، كيف كانت علاقتها بالدولة العثمانية. وفي مقطع مهم جدا، لأنه فهمنا أنه رغم القهر والظلم ولكن كان في خصوصية بالعلاقة بين هذه الجماعة والدولة العثمانية. الأمر الثاني، وحسنا فعل أستاذ طلال بذكره، بعض العلماء الذين كان لهم دور في الدفاع عن اللغة العربية في الواقع في وجه المستعمر، تحديدا الشيخ موسى مغنية. في الواقع أنا أعجبت شديد الإعجاب بما قدموا من معلومات أعتقد جديدة، مش عارف معالي النائب، حول نشاطه برمته إلى تعليم فقه اللغة للعلماء والأدباء والشعراء وأهل الصحافة، جعل من درسه مدرسة متنقلة حيث حل في صيدا أو الخيام، أو ميس الجبل أو صور، فضلاً عن مدرسته في بنت جبيل ثم في عيناثة بعد إقفال مدارس العاملية، فصار منبره التعليمي المنصة المدافعة عن لغة الضاد. نعرف أنه في دول كثيرة، مثلاً في المغرب العربي تحديداً في الجزائر، قتلت لغتها بسبب الاستعمار أو في بعض الدول بسبب الانتداب، وفي لبنان بأسباب كثيرة، يعني حبوا اللغة الفرنسية. أنا لغات كثيرة. طيب،
الأمر الآخر كما يقول الأستاذ طلال أنه قضية الصراع مع إسرائيل بدأت في الثلاثينيات كما يتحدث معالي النائب، وكانت أولى الصور المطبوعة عن الدولة هي صورة الدولة التي تهرب قبل مواطنيها. لكن في تأسيس الحزب حسب ما فهمنا في الكتاب أنه الوثيقة صدرت عام 84، ولكن انطلاقة الحزب كانت عام 82، الانطلاقة المقاومة. ومنذ البداية لاحظنا أنه كان في دور أيضا للدعم الإيراني للحرس الثوري الإيراني وفق ما فهمت من كتابك. الأمر الآخر فقط لو سمحتم لي، في قضية تهميش بيئة أو جماعة الجماعة التي ينتمي إليها حزب الله، وفق إحصائية في عهد الإمام موسى الصدر، تقول هذه الإحصائية في الفئة الأولى تحرم الطائفة الشيعية طبعا من 60% من الوظائف المهمة في الدولة، مع العلم أنها لا تستلم أي مركز حساس من مراكز الفئة الأولى ومن قادة قوى الأمن والمحافظين. وفي الفئة الثانية بلغت نسبة الحرمان 63%، أما الفئة الثالثة ففيها مأساة كبرى لأنها لا تتمتع سوى بـ 12% وتحرم من 88 من الحقوق التي كرسها لها القانون. في هذا الشرح في الواقع يريد النائب شرح الأسباب التي دفعت أيضا إلى مقاومة ليس فقط المحتل الإسرائيلي، ولكن أيضا التهميش والتجويع والتفقير إذا صح التعبير. طيب الآن الكلمة قبل أن تعلق معالي النائب لمعالي السفير عبد الله أبو حبيب، وأنا أنصحكم بالاستماع إليها جيدا خصوصا في المقطع الأخير منها حيث يسأل عن الدور الفعلي لحزب الله في الدولة اللبنانية. تفضل. أستاذ سامي، أنا ممنونك أنك كنت فاصل بيني وبين الأستاذ طلال، وإلا ما كنتش عارف كيف بدي أحكي. بداية أنا أتوجه لك الكتاب، أنا طلعت من الكتاب رحت عيني الكتاب عندك رحت على الأصل. بداية أتوجه بالتهنئة القلبية الصادقة إلى سعادة النائب الدكتور حسن فضل الله على هذا العمل المميز. هو الباحث الذي عودنا على إصدار مؤلفات تؤرخ لمراحل مختلفة في مسيرة حزب الله. يأتي هذا الكتاب في زمن التغيرات العربية، وفي زمن تنتشر فيه ظواهر التشدد المنبثق من بيئات إسلامية، وترسم في الغرب والشرق علامات استفهام حول الحركات الدينية الإسلامية وطبيعة علاقة الإسلام بالدولة غير الإسلامية. في هذا الكتاب يبين الكاتب كيف وفق حزب الله بين الهوية الدينية والوطنية في بلد مثل لبنان، ليقدم نموذجاً مختلفاً للممارسة السياسية عن الحركات الإسلامية الأخرى وعلاقتها بالوطن. ولا شك أن هذا التجدد والتقدم يعكس صلابة النموذج اللبناني الضعيف البنية والمشرذم، والذي فرض على كل المكونات والقوى اللبنانية التفاعل فيما بينها ليصنع التجربة اللبنانية في العيش المشترك وليصبح مثالا يقتدى به في بعض بلدان المنطقة. إذن من فكرة التصالح بين الاتجاه الديني العام الذي تحدده المرجعية الشيعية التي يمارسها حزب الله، وبين واقع المجتمع اللبناني المتنوع ومراعاة خصائصه، ولد عند حزب الله اقتناع بالقبول بالدولة اللبنانية والتراجع عن فكرة فرض الدولة الإسلامية وصولا إلى المشاركة في مؤسساتها السياسية. ويستجهر الكاتب بمصادر متينة من الأحكام والأفكار لمراجع دينية كالإمام الخميني والإمام الخامنئي والسيد الخوئي، وبأمثلة عدة لدعم التطور السياسي لدى حزب الله وإيضاحها في شكل سهل للقارئ. لكن الكاتب تجاهل مسؤولية المنظمات الفلسطينية المسلحة والقوى الإسلامية واليسارية التي سندتهم في دفع البلد إلى ما وصل إليه، خاصة تجاوزاتهم المفرطة غير المبررة في الجنوب اللبناني منذ أواخر الستينات، ورضوخ أهل الجنوب لسطوة هذه المنظمات التي شارك بعضهم فيها ودافع عنها قبل أن تبدأ بوادر الصدام بين حركة أمل والمنظمات الفلسطينية في أواخر السبعينات. كذلك لم يشر الكاتب إلى اتفاق القاهرة عام 1969
الذي شرع للمنظمات الفلسطينية احتلالها للجنوب بضغوط إسلامية ويسارية وعربية. السؤال الأساسي الذي لا بد من إثارته من قراءة ثاقبة لرواية الدكتور فضل الله لسيرة حزب الله وبعد الخلاصات التي يطرحها حول أهمية بناء الدولة الوطنية الجامعة، دولة المواطنة، السؤال هو عن استنكاف الحزب وابتعاده عن المشاركة الفعلية في الدولة. إن استمرار تمثيله بالحد الأدنى المتمثل بحقائب غير مؤثرة أو مهمة في مجلس الوزراء لن يبني الدولة الجامعة وهي مسؤولية الجميع. إن ابتعاد أي طرف عن المساهمة في بناء الدولة وتحمل السلبيات كما الإيجابيات يسهم في تقويض الدولة ولا يبنيها، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في توجيه السهام إلى الدولة وانتقادها طالما إن حزب الله لا يعتبر بناء الدولة وإصلاحها مسألة أساسية في نهجه وتفكيره ومحورية كما محورية المقاومة. في اعتقادي لا مقاومة حقيقية وسليمة من دون دولة فاعلة وناجحة في إداء وظائفها الحيوية. وشكرا. شكرا. لو سمحتم الحضور الكرام وأعزائي المشاهدين، سنواصل هذا البرنامج، هذه الندوة حول كتاب الدكتور حسن فضل الله حزب الله والدولة في لبنان. في الواقع كل مقيل مهم حتى الآن، ولكن هناك أمور جدا مهمة لم تقل بعد، ونعتقد أنه بالأسئلة والإجابات عليها قد نوضحها تحديدا مع أسئلتكم وتوضيحات النائب فضل الله، وأيضا في بعض التعليقات على ما أعتقد على المداخلات. باختصار سعادة السفير عبد الله أبو حبيب يعني يتحدث عن مسؤولية المنظمات الفلسطينية التي أغفلت والقوى الوطنية والإسلامية آنذاك في التجاوزات، وأيضا السؤال الأساسي أنه لماذا لم يشارك حزب الله مشاركة فعالة في الدولة لكي يستطيع أن يبني هذه الدولة. إذا نبدأ معك تعليق سريع وثم الأسئلة. في أنا بوعدكم في ما بقي من وقت أنه في بعض الأسرار ضروري أنه تسمعوها في هذا الكتاب، ضروري جدا، يعني أمل أن نحافظ أو يشتروا مدخلتك، أمل أن نحافظ فقط على قليل من الهدوء. تفضل. سعادة الدكتور عبد الله أبو حبيب، عندي طبعا مع التقدير للمداخلة القيمة التي قدمها، عندي ملاحظتين وبعض الإشارات، يعني خليني أقول بين هلالين تصويبية. الملاحظة الأولى هي إشكال بالمصطلح، تراجع حزب الله عن فكرة فرض الدولة الإسلامية. حزب الله في كل أدبياته منذ 82 إلى اليوم تحدث عن فكرة تقدم للناس للاقتناع بعيدا عن الفرض والإكراه، وهذا ما أوردته في الكتاب استنادا إلى الوثائق التأسيسية الأولى قبل اتفاق الطائف، يعني بمنتصف 84 وبال 85. فإذا ليس هناك في كل أدبيات حزب الله فرض لأي فكرة من الأفكار، الفكر لا يفرض فرضا، الفكر يتم التحاور فيه من أجل الإقناع. هي أول ملاحظة. قبل ما أقول إيش الملاحظة الثانية، الاستنكاف عن بناء الدولة من بختام النص الذي قدمه. طبعا في تطور في عمل حزب الله، وأنا أشرت إلى هذا الأمر، أن هناك مسار المقاومة بدأه ثم مسار الدولة. مسار الدولة نحن كما ذكرنا في الكتاب وكما هي سياسة الحزب جديون في العمل على بناء الدولة القوية المقتدرة، لكن في المقاومة، محورية المقاومة نستطيع أن نقوم بها كطرف بمفردنا أحيانا، مع أن كنا ندعو الجميع إلى المشاركة وغيرنا شارك. وأنا أشرت في الكتاب أن المقاومة ليست نتاج حزب الله، هي حركة تراكم يساري فلسطيني إسلامي، حركة الإمام الصدر، هذا تراكم تاريخي. مسار الدولة يحتاج إلى تلاقي المكونات الأخرى، وحدنا لا نستطيع أن نبني دولة، نحتاج إلى الأفرقاء الآخرين. هم بني هلالين بس لن مثل بقولوا نلطف الجو، نحن مشاركتنا الضعيفة يعني مشاركتنا خليني أقول مش الضعيفة، الرمزية بالحكومة وبينقال حكومة حزب الله كان عن الحكومة الماضية،
إذا عندنا وزيرين بحقائب عادية بنقال حكومة حزب الله. حتى في هذه الحكومة البعض يدعي أننا نحن نفرض آراءنا أو ما شابه. المشاركة الرمزية شيء في الحكومة، وهذا تنازل من حزب الله تسهيلا لبناء مؤسسات الدولة وكي لا تتعطل تشكيل أي حكومة. نحن لسنا مستنكفون عن بناء الدولة، إنما كما أوردت في الكتاب نقلا عن نصوص أيضا تأسيسية في المرحلة الحالية، نحن مع الدولة التي يمكن لنا أن نتلاقى عليها جميعا كلبنانيين. لن أقرأ نصوص من الكتاب، يعني يستطيع أي قارئ أن يطلع عليها. هاي بالفكرتين الأساسيتين رح بسرعة. أنا ما تجاهلت يعني دور الفلسطينيين وحلفائهم. طبعا اتفاق القاهرة أنا قلت هذا الكتاب أستخدم فيه أدلة وشواهد حسب حاجة الكتاب، ليس كتاب تاريخ. لكن المرحلة مرحلة اليسار ومنظمة التحرير أشرت إليها، لكن أنا أختلف مع الدكتور أبو حبيب أن سقوط الدولة ليس بسبب زج لبنان في الصراع مع إسرائيل، سقوط سيادة الدولة بسبب تخلي الدولة عن الصراع مع إسرائيل. الملاحظة الثانية، نحن لم نقبل في فترة الرعاية السورية بتبريرات أهل السلطة لتهميش دورنا، بالعكس أنا في الكتاب أشرت أنه كلما كنا نتقدم بمحاولة كان الصد هو نصيبنا. الرعاية أو الوصاية بدك تحدد. هلأ الذين يقولون بالوصاية السورية كانوا هم حكام لبنان في زمن الرعاية السورية. معالي النائب بدك تسمح لي أن أقاطعك، لأنه أكيد في جمهور عربي يشاهد هذه الحلقة ويود أن يعرف بعض الأمور الأوسع من اللبناني اللبناني. مثلا تقول حضرتك في الصفحة 38: وجد حزب الله أن الظروف الموجودة في لبنان لا تسمح بتطبيق فكرة الدولة الإسلامية نتيجة التنوع الطائفي والسياسي القائم. هل هذا يعني أنه الحزب تخلى عن إقامة دولة إسلامية رغم أنه التكليف الشرعي يقضي بذلك؟ الفكر يبقى موجود، لا يمكن للفكر أن يلغى، وخصوصا الفكر والفكرة، خصوصا إذا كان هذا الفكر يستند إلى عقيدة دينية. لكن العقيدة الدينية نفسها هي التي جعلت حزب الله يعمل على النهوض بمجتمع متنوع، وأنا أشرت إلى هذا الموضوع في الكتاب. نحن لا نتخلى عن إسلامنا وعن عقيدتنا، لكن إسلامنا عندما تكون لدينا بيئة متنوعة مثل البيئة اللبنانية قد لا تسمح الظروف بتطبيق الفكر بالكامل، نطبق جزء من هذا الفكر، وقلت هذا جزء من ثقافتنا وعقيدتنا الدينية، لأن الإسلام ودولة والدولة الإسلامية لا يمكن أن تفرض فرضا خصوصا في مجتمع متنوع. طيب، في الكتاب يروي النائب حسن فضل الله أنه في إحدى زيارات مرشد الثورة والذي يسمى عند حزب الله أو في إيران بالقائد السيد علي خامنئي إلى المنطقة، وفي إحدى التظاهرات رفعت أعلام إيران فطلب هو نفسه أن تحذف هذه الأعلام وترفع الأعلام المحلية. طبعا هذا يقودنا إلى كل الكلام الذي تحدث عنه سعادة النائب عن علاقة حزب الله بالولي الفقيه في إيران. هل حين يقوم بدور معين، حين ينفذ مهمة معينة، هل ينفذ إملاءات إيرانية، هل ينفذ تكليف شرعي من الولي الفقيه؟ طبعا سيرد على هذا الكلام، ولكن أنا أود أن أخذ منكم بعض الأسئلة لو سمحتم، وأشكر كل الذين تجشموا العناء ووقفوا خارج هذه القاعة ليستمعوا إلى هذه الندوة. إذا تعارضت القوانين الوضعية في بناء الدولة مع ولاية الفقيه، لمن الغلبة؟ أولا. ثانيا، الواضح من كتابك أن صورة السعودية سلبية جدا، وهني كمان صورتكم عندهم سلبية. ما الذي حصل حاليا؟ نتحدث عن حوار بين تيار المستقبل وحزب الله، هل هو هذا مؤشر لتفاهم سعودي إيراني؟ والسؤال الثالث هو: هل سيستطيع رئيس دولة واحدة وهي سوريا أن يقدم الدعم الكامل للمقاومة، خاصة وأن بعض المحللين يقولون أن سوريا لن تعود كما كانت من قبل؟ شكرا دكتور. شكرا. طيب، في بعض الأسئلة بصلب الكتاب حسب ما لاحظنا، وبعض الآخر ربما تتعلق به ولكن خارج عن الإطار. الرد
بشكل سريع. الشيء اللي طرحته بالبداية استاذ سامي ليس يعني بدنا نفرق بين العلاقة مع الولي الفقيه والعلاقة مع الدولة في إيران، لأنه هن في إيران ربما ينظر إليهما واحد، لكن في العلاقة ليس واحد. ليس هناك من إملاءات إيرانية على حزب الله، وأنا أشرت إلى بعض الشواهد في الكتاب. العلاقة مع ولي الفقيه تطبق في لبنان أو في أي مكان من خلال أهل البلد. اليوم كما ذكرت أنا في الكتاب، قيادة حزب الله هي التي تحدد في كل السياسات المتعلقة بلبنان وبإدارتها للوضع اللبناني وبعلاقاتها الداخلية. وما بدي فصل الموجود بالكتاب حتى ما ناخذ وقت، لكن هذا عالجته بعتقد ببعض التفصيل. في مسألة مهمة، يعني حين أرسل السيد خامنئي رسالة صحيح تأييد للأمين العام السيد حسن نصر الله في عز حرب 2006 بعد أيام، ويقول له استمروا في القتال وإن شاء الله سوف تنتصرون، هذه أليست إملاء؟ لا، هذا جزء من الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية، وقدمت دعما سياسيا ومعنويا وماليا، وهذا ليس خافيا على أحد. مر الرسالة أو الموقف بيقول له شن حرب أو ادخل بهذه العلاقة أو لا تدخل بهذه العلاقة، مر في حرب كونية كانت على لبنان وعلى المقاومة. من الطبيعي أن حلفاء المقاومة في سوريا وإيران أن يقفوا إلى جانبنا ويقدموا الدعم لمن الغلبة. عفواً، اللافت في هذه الرسالة أيضاً تأكيد السيد خامنئي فيها أنه هذه الحرب كانت ستشن على لبنان وعلى حزب الله قبل أخذ الأسيرين. فيها معطيات لأنه قدم فيها أيضاً معطيات. أما لمن الغلبة بين القوانين الوضعية وما يقره الولي الفقيه، أنا أيضاً أشرت في الكتاب أن الولي الفقيه يحدد المبادئ العامة، أما الحكم على الموضوعات في كل بلد هو يكون من صلاحية أهل البلد اللي هن يعني بيمثلوا القيادة للذين ينتمون إلى ولاية الفقيه. مثل لبنان اليوم ولاية الفقيه لا تتدخل في عملنا في المجلس النيابي، لا تتدخل أي رئيس سننتخب، هو يحدد المبادئ العامة، يحدد المبادئ العامة. أنا أشرت في الكتاب عام 82 الإمام الخميني حدد التكليف العام، هذا عدوان على لبنان، عليكم كشباب متدينين أن تقاوموا الغزو. كيف بنقاومه؟ بأي سلاح، بأي طريقة، أيمتى بتنعمل العملية، أيمتى بتنعمل العملية ضد العدو، هذا بصير شأن تفصيلي يقوم به أهل البلد. طيب، في دكتور أحمد بعلبكي، هل كان الحزب معارض في الإدارة اللبنانية للطائف؟ الإدارة اللبنانية للطائف أدت إلى تدهور باتجاه التمذهب، هذا متفقين عليه. هل كان حزب الله معارض لمثل هذا التدهور حتى بدأ وكأن هذا التدهور يوفر مناخا أفضل للترسخ في بيئته، ويعني في مزيد من التمذهب عند الشيعة أيضا، أفضل للترسخ في بيئته وفي التخصص اللبناني الذي أضر في المقاومة وفي الجيش وفي الدولة؟ سؤال ثالث، ألا يزيد في تمذهب بيئة حزب الله، وهذه مسألة ثقافية أنا أطرحها من باب اهتماماتي لا سياسيا ولا عم بشتغل شيء ثاني، أقول أنه الثقافة في عنا بنحكي عن العيش المشترك، ألا يزيد في تمذهب بيئة حزب الله هو الثقافة التعبوية الكربلائية السوداء، كل العالم حزين وعم تلطم وبتخبط، هو الثقافة التعبوية الكربلائية، طبعا جانب البطولي آخر نحن نعرفه كلنا وأنا شيعي طبعا، التي توسع الفجوة الثقافية لا العيش المشترك بين الفئات اللبنانية ولا سيما بين الصغار والشباب في مدارسهم وفي جامعاتهم. شكرا. شكرا لك. نأمل من الجميع أن يتخلوا قليلا عن ثلاثية الأسئلة نحو أحدية السؤال لكي نستطيع أن نتحاور بشكل جدي. خلينا نأخذ بعد سؤالين لو سمحت دكتور. تفضل، بس تعرف عن نفسك. علي لازير، صحاف. ماذا لو كان لكل الجماعات التاريخية الموجودة في لبنان مرجعها وتكليفها الشرعي ووليها الفقيه؟ شكرا جزيلا يعني لك. أي دولة نحن نبنيها آنذاك؟ شكرا. طيب، سؤال على اليمين، تفضل. ياسر قواص، طالب في الجامعة الإسلامية.
طالب حقوق. ومن خلال فكرتك انه مؤتمر الطائف ما كان هو المؤتمر اللي بيحافظ على الوحدة اللبنانية والتنوع الطائفي بلبنان، ما بتشوف حضرتك انه التنوع الطائفي بلبنان هو اللي غدر فيه واللي غدر بمؤتمر الطائف؟ هن الأحزاب اللبنانية والارتهانات الخارجية من الأحزاب السياسية بلبنان هي اللي حاربت مؤتمر الطائف من خلال سياسته. شكرا. بعد في وفاء أبو شقرة، تفضلي. دكتورة في الجامعة اللبنانية. دكتور فضل الله، أول شيء كمتلقي بدي هنيك على العنوان. شكرا. العنوان لأنه بتصور هنيئا للدار يلي نشرته، لأنه بتصور مبيعاتها بتكون جيدة، لأنه موضوع جذاب جدا طبعا عندما يدخل حزب الله، كان مش عم نقيم يعني أنه حزب الله، بس اللي بيدخل على عنوان كتاب يباع الكتاب بغزارة كما أعتقد. بس الإيرادات لك دار مش لإلي. ها. طيب السؤال دكتورة وفاء. نعم. دكتور فضل الله، يعني بعيدا عن ما يقال حزب الله أكبر من الدولة والدولة ودولة حزب الله، ولا برأيك حزب الله هل يحتاج للدولة؟ شغلة. تاني شغلة، بالصفحة 10 بالبداية، بعتقد أنه هو الفصل الأهم. نعم. أول سؤال للدكتور. سلك حزب الله سبلا متنوعة لإيصال فكرة وتعميم نموذجه، سواء من خلال ميدان المقاومة أم من خلال أطروحاته الفكرية السياسية. هلأ المقاومة مثل ما بقولوا الصغير والكبير والمقمط بالسرير، بنعرف كيف حاول حزب الله عبر المقاومة، بس كيف حاول حزب الله تعميم نموذجه عبر أطروحته الفكرية والسياسية؟ وأي مدى نجح برأيك في الدولة اللبنانية؟ شكرا. طيب إجابات سريعة من معالي النائب، ثم نأخذ بقية الأسئلة. الدكتور بعلبكي، الثقافة الكربلائية من وجهة نظرنا لا تزيد التمذهب، الانتماء إلى الثقافة الكربلائية التي هي ثقافة إسلامية عامة، بالعكس تؤدي إلى الفهم الصحيح إلى الإسلام بعيدا عن ما لحق به من تشوهات، خصوصا اللي عم نشوفها بهذه المرحلة. حزب الله في أدائه من 82 رفع شعار الوحدة الإسلامية، وتطور مع الوقت خطابه فيما يتعلق بالتعايش والعيش المشترك والعيش الواحد. أبعد ما يكون عن خطاب حزب الله والخطاب المذهبي، وأنا أدعو أي باحث، أي وأنت باحث وأستاذ، إلى مراجعة خطابات حزب الله منذ عام 82 إلى اليوم، إذا لمس فيها أو وجد فيها أي تحريض مذهبي أو أي كلام مذهبي. أنا حرصت في كتابي أن أقول الجماعة التاريخية التي ينتمي إليها حزب الله، ولم أقل الشيعة حتى لا يفهم من النص أنه كلام مذهبي. هذا بالموضوع المذهبي. طبعا عندما نحن عارضنا الطائف لم نكن جزءا أساسيا من السلطة، نحن دخلنا إلى السلطة التنفيذية بال2005 نتيجة ظروف معروفة بالبلد. نحن من الطائف إلى 2005 كنا معارضة للحكومة، لم نشارك في أي حكومة ولم نشرك في أي حكومة، ويشهد المجلس النيابي آنذاك على معارضتنا. المناخ المذهبي الموجود في لبنان وفي المنطقة له أسبابه الكثيرة، لكن هو أيضا وأنا أشرت بالكتاب ناجم عن اللعبة المخابراتية الدولية، فضلا عن البيئات والمدارس الثقافية والفكرية الموجودة. السؤال استاذ هون، الدولة المتنوعة، انه في يعني القضايا الاستراتيجية ما بتحدد، لا، المقصود بمصطلح الدولة المتنوعة الدولة التي فيها تنوع طائفي ومذهبي، وقلت مثال على ذلك لبنان. هل يحتاج حزب الله الى دولة؟ دكتورة يمكن بعد ما قريت الكتاب، هذا الكتاب يبين ان حزب الله كان يركض باتجاه الدولة، والدولة بمعنى السلطات التي تحكمت بالدولة كانت تهرب من فكرة الدولة. لا، حزب الله ليس فقط يحتاج إلى دولة، لبنان يحتاج إلى دولة، وحزب الله يسعى بكل جهد وجدية لبناء الدولة، لكن برجع أقول نحن وحدنا لا نستطيع أن نبني هذه الدولة. طيب.
معالي الوزير بهيج طبارة، طبعا معالي الوزير ينتمي إلى تيار أو مناخ تيار المستقبل. فقط قبل أن أعطيك الكلام لو سمحت لي، بعدك ولا لا؟ بعدك في مناخ المستقبل. في الفصل الخامس من الكتاب، قبل أن أعطيك الكلام، العروض السخية، يقول معالي النائب، العروض السخية التي جاءت للحزب من أمريكا لتسليمه السلطة، وهذا كلام خطير، عروض سخية جاءت للحزب من أمريكا لتسليمه السلطة مقابل الدكتور بهيج دبارة يعرف بذاته. طيب في الفصل الخامس، العروض السخية التي جاءت للحزب من أمريكا لتسليمه السلطة مقابل علاقات مع إسرائيل. العرض الأول حمله مسؤول ياباني عام 2000، وفيه استعداد لتمويل مشاريع بنيوية بمليارات الدولارات في مناطق انتشار حزب الله، وتقديم مساعدات مالية سخية لبيئته الشعبية، ورفعه عن لائحة الإرهاب الأمريكية، وفتح الأبواب الغربية أمامه. هذه العروض جاءت من أمريكا. والعرض الثاني جاء من نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني عبر أحد أصدقائه، الذي عرض تقديمات مالية سخية ودورا مركزيا للحزب في السلطة. كذلك الرئيس سعد الحريري حمل عرضا للسيد نصر الله بتسمية محمد رعد أو محمد فنيش أو علي عمار رئيسا للمجلس النيابي، خرج النائب علي عمار للأسف، بدلا من الرئيس نبيه بري. يلاحظ أنه كمان في نقمة غريبة تكشفها في هذا الكتاب على الرئيس بري كرئيس لمجلس النواب، وكل هؤلاء النواب الذين عرضوا لرئاسة مجلس النواب كانوا من كتلة الوفاء للمقاومة لحزب الله، والتي ينتمي إليها معالي النائب. باختصار شديد، أنا استمعت للدكتور حسن تعليقاً على مداخلتي. بالواقع تبين لي أنه نحن متفقون، نحن متفقون وغير مختلفين على الأمور اللي ذكرتها، رح أذكرهم باختصار واحدة ورا الثانية. اتفاق الطائف، متفقين على أن اتفاق الطائف اعتبر إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي، هذا بالنص. لكن كل ما ذكر في معرض الكلام عن اتفاق الطائف كان الممارسات والتطبيق، ونحن متفقين على أن التطبيق كان عكس اتفاق الطائف، والدوحة هي مثال فاضح عن مخالفة اتفاق الطائف بما يتعلق بقانون الانتخاب. هذا بالنسبة لاتفاق الطائف. بالنسبة لنيسان، بالنسبة لتفاهم نيسان، أنا بالطبع يعني بالعكس ركزت على الشيء اللي ذكره الرئيس حريري بتصريحاته بالإشادة بالدور القيادة السورية وتحديداً الرئيس حافظ الأسد بالوصول إليه. ما في شك أنه لولا صمود المقاومة ما كنا وصلنا لاتفاق النساء. لكن أنا اللي ذكرته هو أنه من غير الإنصاف أنه نهمل كلياً الدور اللي قام فيه الرئيس حريري. نحن نذكر أنه الرئيس شراك بهذاك الوقت أرسل وزير خارجيته دشارات اللي بقي بالمنطقة 10 أو 15 يوم، ما تحرك من المنطقة حتى يحل. كان كريستوفر عم بيجول بإسرائيل ودشارات موجود محل تاني، ولما أعلن الاتفاق أعلن من قبل الرئيس حريري كان إلى جانبه دشارات وزير خارجية فرنسا. فلذلك كمان هوني ما أنا مختلفين، إلا أنه أنا بعتبر أنه في دور للسلطة اللي متمثلة بوقتها بالرئيس حريري أغفل، وكان من الإنصاف أنه يذكر. بما يتعلق بقضية صلاحيات رئيس الجمهورية، لو سمحت معالي الوزير، فقط اسمح لي قاطعك وستكمل بس بموضوع الوزير إرفي دوشارات وزير الخارجية الفرنسي. نذكر أنذاك أن الرئيس حافظ الأسد هو الذي فرضوا على الأمريكيين، وكانوا رافضين رفضا قاطعا أي دور لفرنسا أنذاك. هل كان ذلك بطلب من الرئيس الحريري قصدك يعني؟ لا، أنا بقول أنه الواضح أنه بوقتها الرئيس حريري طلب من رئيس شراك بنظر العلاقات اللي كانت تربطه فيه أنه يكون وزير خارجيته موجود بالمنطقة حتى يلاقي حل للموضوع. وفرنسا وقتها تقدمت بمشروع، والأمريكان تقدموا مشروع، كان مشروعين مختلفين، وبالنتيجة الاتفاق التفاهم نيسان كان يعني دمج للمشروعين. أنا كمان معليك بديش أقاطعك، أنا معك ما بختلفش يعني، لكن بس من باب الإشارة التذكير بدمشق
حضر وزراء خارجية روسيا، الولايات المتحدة، إيران، فرنسا. كانوا يعني 4 وزراء خارجية عم يتفاوضوا أو عم يقدموا اقتراحات. وأنا بالكتاب أشرت إلى أنه يعني هو من باب التذكير إلى أنه بالمرحلة الأولى لم تكن الحكومة اللبنانية موجودة في المفاوضات في دمشق، وصار في انتقادات من أركان السلطة آنذاك وموجودة بوسائل الإعلام إذا بنراجع هذيك الحقبة. وسماحة السيد حسن نصر الله كان يرفض أن يعلن عن وجود الوفد في دمشق آنذاك كي لا يستثير يعني الحكومة اللبنانية حتى ما حدا يفكر أنه عم يفاوض عنها. الوجود الفرنسي صحيح، وجدت فرنسا، لكن كمان لنكون واقع يعني لنكون واقعيين، اللي جاب الاتفاق يعني اللي فرض الاتفاق الأداء تاع الرئيس الأسد، وأنت أشرت إلى إشادة الرئيس الحريري بدور الرئيس الأسد، واضطرار الولايات المتحدة للتراجع كما أشرت معاليك أمام صمود المقاومة. وهون في حادثة صارت آنذاك، أن الوزير كريستوفر وصل إلى دمشق ورفض الرئيس الأسد استقباله، وكنا نحن في دمشق، ووقتها أبلغت سماحة السيد بالخبر لأنه إجا بالأخبار، فقال أنه يبدو الأمور تعطلت، ليس علينا إلا أن نبقى في الجبهة، واستخدم عبارة قال خلينا كلنا نلبس العصبات ونروح على الجنوب وجميعا نقاتل، وهونيك بنهزم العدو الإسرائيلي، ويضطر عند ذلك الأمريكي وغير الأمريكي يتراجع. الرئيس الأسد رفض استقبال كريستوفر آنذاك لأنه أخل بالتعهدات، كان متفق هو إياه على شيء، وتنوصل على البطار وقال له ما جبت هذا التعهد الإسرائيلي، رفض استقباله. ونتيجة صلابة موقف المقاومة آنذاك، طبعا أنا برجع بقول مش مختلف أنا وياك، لكن عم شير إلى الوقائع، نتيجة صلابة الموقف الإسرائيلي أخذ فرصة يوم يومين مثل ما صار فيه بتموز 2006، وقت انعجز عن إيقاف الصواريخ عاد كريستوفر والتقى الأسد بناء على الشروط اللي كان وضعها الرئيس السوري بالتواصل مع المقاومة. لأنه هون كمان في شيء للتاريخ، الرئيس الأسد بعت سؤال قد ايه قادرين تصمدوا، طيب يوم 2-3 شهر، وقت قال له المدى مفتوح صار يفاوض برياحة. هيدا ما له علاقة بموقف الحكومة اللبنانية وبدور الحكومة اللبنانية. كان في نوع من الاختلاف بالبدايات، بعدين الكل مشي على كما قلت على مسار السكة اللي رسمه الرئيس الأسد. وقبل أن يتحدث الرئيس الأسد يروي الدكتور حسن بكتابه كمان روايات كثيرة عما قاله آنذاك عبد الحليم خدام وغازي كنعان وفاروق الشرع أيضا، أنه بما معناه أنه أوقفوا الحرب نهائيا. بدو كمل عذرا بس قطعنا. إذا نحن متفقين كمان بما يتعلق باتفاق نيسان، بتفاهم نيسان، بما يتعلق بدور رئيس الجمهورية وبعض الطائف قبل الطائف وبعض الطائف. يعني ما في شك أنه تقييم الحزب لما سوف يكون لرئيس الجمهورية من دور ما إجا مطابق للواقع. هذه بالطبع إلى اعتبارات بتوازن القوى، إلى اعتبارات بطريقة التطبيق، لكن هل نستطيع اليوم أن نقنع الموارنة أو المسيحيين بصورة عامة أن الطائف لم يأخذ من رئيس الجمهورية صلاحيات وأعطاها لمجلس الوزراء؟ هل يمكن؟ أنا ما أقتنع. هل ممكن إقناع المسيحيين بأنه الطائف لم يأخذ من رئيس الجمهورية صلاحيات أشرك فيها رئيس الحكومة؟ يعني هذه واضحة. فبالطبع بالواقع بالممارسة تبين أنه التوقع كان مختلف عن الواقع. يعني كان منتظر أنه تستمر الهيمنة المارونية، اليوم شايفين وين الشكوى منين جاي من أي فريق، وواضح أنه الموارنة بعد ما كان في توحيد بموقفهم، ولا المسيحيين وقفوا ولا الموارنة. يعني اليوم الفريق المشرزم أكثرهم هو الفريق المسيحي. بدي أختم بس بشغلي بما يتعلق برئيس الجمهورية بصورة خاصة. يعني أنا بدي استشهد موجود حالياً. بدي استشهد اللي مش موجود حالياً، أنا بدي استشهد بكبيرنا وأستاذنا أستاذ طه سلمان اللي كتب بجريدة السفير ب24/11 بيقول ليس العجيب في وطننا الصغير أن دولته بلا رأس،
بل المشكلة في أن الرؤوس كثيرة بما يلغي الدولة، فلكل رأس دولته التي يستقل بها عن الدولة المركزية بعدما يأخذ منها ما أمكنه حمله من عائدات وموارد ومواقع تؤكد أنه يغني عن الدولة وبيروقراطيتها. بعتقد الكلام الموجز بيختصر الواقع اللي نحن موجودين فيه بلبنان بالوقت الحاضر. شكرا. ليس فقط كلام الوزير جميل، ولكن صوته إذا بتلاحظوا كمان جميل وهادئ وقريب للسمع. يتحدث معالي النائب أيضا، سأعطي السؤال بعد قليل لأحد المشاهدين. يقول أنه أبدأ الرئيس رفيق الحريري رغبته الشديدة في عقد شراكة مع حزب الله، ووجد المدخل لهذه الشراكة بتحييد المقاومة بالكامل عن أي نقاش من خلال تثبيت مجموعة أسس، منها احتفاظ المقاومة بقوتها سلاحاً وتنظيماً حتى إنجاز تسوية للصراع مع إسرائيل، واتفاق شامل على تركيبة السلطة بما فيها المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية، شراكة كاملة مع حزب الله في هذه السلطة بتمثيل حقيقي ووازن. طيب، هذا يشير أنه الرئيس الحريري الراحل كان يريد هذه الشراكة فعلاً مع حزب الله. هل من اغتاله كان يريد اغتيال هذه الشراكة؟ هذا سؤال مركزي اليوم. الأمر الثاني أنه بعد الاغتيال قيل أنه كل التيار الآخر، يعني الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، ابتعدا عن الحزب. نفهم من الكتاب أنه لا، جاء بنفس العروض تقريبا في مرحلة معينة بعد الاغتيال أيضا. صحيح، الخلاف الذي نشأ بعد 2005 لم ينشأ فقط في موضوع المحكمة. الوزير بهيج طبار على حال شاهد، شكلت آنذاك لجنة مشتركة كان هو عضو فيها، وأنا أشرت إلى هذا الموضوع بالكتاب. لكن التهريب من خارج الآليات الدستورية ومن خارج التوافق الوطني كان الهدف منه الوصول إلى ما وصلت إليه اليوم. الخلاف أيضا نشأ حول إدارة الدولة، والحقيقة أنه نحن بالتحالف الرباعي سلمنا السلطة إلى هذا الفريق على قاعدة تفاهم وطني، لكن هني أخلوا بالتفاهم. حتى لم نناقش في الثلث الضامن أثناء تشكيل الحكومة، إجا انعرض علينا أنه مين بده يجي رئيس حكومة، وإجا، وأنا ذاكره هذا بالكتاب، إجا الرئيس السنيورة على حارة حريك وقدم مطالعة عن شخصيته القومية الوطنية، ونحن ما ناقشنا بالاسم لأنه اعتبرنا التفاهم والثقة المتبادلة هي الأساس. الأداء من 2005 إلى 2006 قبل الحرب، لقائم على مبدأ، ومش مبدأ على كل حال، قائم على الاحتكار والاستئثار والتفرد وملاحقة المقاومة بكل مفرداتها، هو هذا اللي أدى إلى الخلاف، ليس موضوع الرئيس الحريري هو الذي أدى إلى الخلاف. بالعكس، بالبدايات كان محل توافق وتفاهم، ونحن عندنا سؤال كبير، لماذا أخرجت قضية الرئيس الحريري من مظلة التفاهم الوطني إلى التفرد؟ إذا هذا نهج عام ممكن يكون أو لا، لأهداف وغايات عم نشوفها على كل حال. هلأ عندك تعليق معالي الوزير؟ أنا بالحقيقة بالشيء اللي عم بيتفضل فيه الدكتور حسن، أنا ذكرته بمجلس النواب، يعني أنه المفاوضات اللي صارت واللي كنت أنا طرف فيها لشرح موضوع المحكمة، هذا أمر حصل. لكن اللي حصل بعدها انه صار في تهريب ملف المحكمه، مش 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 هيك صار بالحقيقه، صار وقتها جبران تويني اغتيال، والحكومه اجتمعت فورا واتخذت القرار بموضوع المحكمه. هذا اللي صار، واللي افسد بالحقيقه الاتصالات اللي كان عم تحصل للوصول إلى تفاهم بما يتعلق بالمحكمة. سعادة السفير عبد الله أبو حبيب، أنا اللي بدي أذكره عن فرض فكرة الدولة الإسلامية. الحياة السياسية هي أكثر تصور منها حقيقة، يعني البرسبشن أهم من التروث بالحياة. فعم نحكي عن بيت في منازل كثيرة، فأحد البيوت، وبيوت كثيرة اليوم يمكن زادت عن قبل، انه احد بيوت هو انه انتم عبركم تفرضوا حالكم علينا. هلا كانت بالاسلاميه وهلا بالسلاح، الناس بتفكر هيك، واجا كتابك يوضح الفكره اللي قلتها.
ثاني شيء بدي انا اتفق مع الوزير طبارة من ناحيه دور رئيس الجمهوريه، انه بالعكس يعني ما في كل، حتى الموارنه اللي او المسيحيين اللي كانوا بالطائف يقرون انه دور رئيس الجمهوريه تهمش كثيرا، وصار اليوم الأكثرية الساحقة والمسيحيين مستعدين نبادل يعني بهالأشياء. طيب. طيب في معالي النائب الدكتور عادل طرح سؤال ربما الآن، هل نحن بمناخ التفاهم بين تيار المستقبل وحزب الله؟ هل نذهب نحو تسوية إيرانية سعودية في هذه المرحلة؟ خصوصا أنه بالكتاب كما تفضل أنه أنتم تعتبرون الدور السعودي تاريخياً سلبياً كما يعتبرون دوركم سلبياً أيضاً. بس أنا هذا بالكتاب عن موضوع الدور السعودي مش عامل إشارة هيك، يعني ما بعرف وين وجدتها. بالعكس أنا قلت حزب الله كان حريصاً وخصوصاً باتفاق الرياض الذي نقض، يعني على بعد التحالف الرباعي صار في محاولة بالرياض بأواخر 2005 لترميم التحالف الرباعي وتحويله إلى نص مكتوب. وقلت أنه حزب الله أنا ذاك كان بده الدعم السعودي لعدة أسباب، منها الدور السعودي في المنطقة باعتبار البيئة السعودية معروف، وأنا قايل بالكتاب عن هذا الموضوع بإشارات لا أراها سلبية، توصيف الواقع ليس فيه يعني شيء سلبي، ما بعرف كيف شفته أنت سلبي. أيضا عن تأثير تأثير طبعا هذا واقع. أنا قلت أنه كنا نريد من السعودية الدعم لهذا الاتفاق لأن السعودية تؤثر على فريق لبناني، صحيح. لأن هذا يخفف التشنج والتوتر السني الشيعي لما للسعودية من دور، ولأن الفكر الغائي موجود في البيئة السعودية نفسها، والسعودية تعترف اليوم أنه في عندها مشكلة داخلية نتيجة تغلغل هذا الفكر. بمعزل أنا عن حكي عن مسؤولية الدولة أو عدم مسؤولية، عم حكي عن الموضوع الفكري كان الموجود. فإذن هذا الموضوع يرتبط، إذا بدنا نرجع للحوار طبعا نكون خرجنا عن الكتاب، لكن انطلاقا من الكتاب ولا بجاوب كمان دكتور انطلاقا من الكتاب، حزب الله عنده مبدأ أساسي في الداخل اللبناني، المشكلات الداخلية لا تعالج إلا بالحوار. هل نحن في مناخ حوار؟ يعني في مناخ بالبلد اليوم مناخ حوار، ونحن وسمحت السيد بخطاب ليلة العاشر أطلق موقف في هذا الاتجاه بمد اليد، وفي الآن مناخات لهذا الحوار، لكن لم يبدأ بعد هذا الحوار. في جهود يبذلها دولة الرئيس نبيه بري وهو عم يتولى هذا الأمر، حين ينضج سيعلن على كل حال بالإعلام. فإذا ليس في، بدي أرجع أكرر، ليس في ثقافة حزب الله لغة الفرض خصوصا فيما يتعلق بالشؤون الداخلية أو حتى بأي فكرة من الأفكار. بدي أعلق أنا على موضوع رئاسة الجمهورية إذا بيسمحوا لي المعالي الوزير وسعادة النائب سعادة السفير. بشكل سريع لأنه انتهى الوقت معالي تفضل. رئاسة الجمهورية قد تكون في النصوص انتقص من صلاحياتها، لكن بالنصوص الموجودة لو توفر لنا رئيس جمهورية قوي لا أمكن من هذه الصلاحيات أن يؤدي دورا أساسيا. تجربة الرئيس لحود خير دليل على ذلك، أنه بالمرحلة اللي كان فيها ونتيجة الظروف السياسية، نتيجة الظروف السياسية تمكن من تأدية الدور. اليوم إذا بنجيب رئيس جمهورية قوي بيكفي عنده أهم صلاحية بتشكيل الحكومة، ما بشكل حكومة لأنه بتوقيعه أساسي إلا حين يوافق عليها. هذه أهم صلاحية، الحكومة هي السلطة الإجرائية بالبلد، بيصير شريك أساسي فضلا عن الصلاحيات الأخرى. مثلا كنا عم نحكي عن المحكمة الدولية، ما أطيح بصلاحية رئيس الجمهورية بالمادة الدستورية التي تنص على أن المعاهدات الدولية يجب أن يفاوض عليها رئيس الجمهورية، صلاحية أساسية، لكن الممارسة هي اللي ضيعت الصلاحيات. نحن من المفترض أن نختم هذه الندوة وهذه الحلقة. شكرا. كلمة الختام للنائب حسن فضل الله. هذا النقاش اليوم في هذه الندوة يدلل على الحاجة لمثل هذا الكتاب. طبعا عندما نتحدث عن الوقائع أو عن التاريخ لا يعني أننا صرنا جزءا من التاريخ، نحن اليوم نصنع المستقبل كما صنعنا التاريخ. هذا الكتاب هو أيضا جزء من سلسلة كتب، يعني ليس الكتاب الأول الذي أؤلفه، مبادرة أقوم بها بين حقبة وأخرى
الكتاب الأول كان في عام 94، كان تقريبا أول كتاب عن نشأة حزب الله يكتبه كاتب من داخل حزب الله. الكتاب الآخر عام سبب، مش عم أعمل دعاية بس لنقول أنه هذا مسار موجودين هم بالمعارض. الكتاب الآخر بالسبعة وتسعين، بالألفين وواحد، وكل هذه الكتب أشار الدكتور لإلها لها علاقة بتاريخ حزب الله، برؤى حزب الله. طبعا فيما يتعلق بموضوع الدولة أنا أشرت في المقدمة أن هذه حاجة أساسية للإجابة عن إشكاليات تطرح يوميا على حزب الله، والدليل أنه اليوم سألتنا الدكتورة حزب الله يحتاج إلى دولة، أنتم دويلة داخل الدولة، أنتم تعطلون الدولة. أنا قدمت هذا الكتاب لأقول لم تنشأ في لبنان دولة حقيقية منذ عام 1943 إلى اليوم. قبل ما نولد ما كان في دولة. اللي عم يحملنا المسؤولية خليه يقرأ هذا الكتاب ليشوف أنه مسؤولية كل السلطات التي نشأت هي التي أوصلتنا إلى هنا. وأختم لأقول ربما لو كان لدينا دولة حقيقية قوية قادرة عادلة لما كان لدينا مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا. أذكر إذن الكتاب حزب الله الدولة في لبنان، الرؤية حزب الله والدولة في لبنان، الرؤية والمسار للدكتور حسن فضل الله، صار في نسخته الثانية بعد أقل من شهر على صدوره. شكرا لكم جميعا، شكرا لمعالي الوزير بهيج طبارة، شكرا للأستاذ طلال سلمان، شكرا للسفير عبد الله أبو حبيب، وللمؤلف الدكتور حسن فضل الله. إلى اللقاء.